اليوم ضمك نشف ريق الهلال. اليوم ضمك نشف ريق الهلال، يعني لم يسبق للهلال أن واجه مباراة صعبة في هذا الدوري إلا مع ضمك ذهابا وإيابا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعلا مباراة كبيرة جدا، وضمك نشف ريق الهلال، وده ليه أسباب، وأسباب كثيرة جدا، وأسباب منطقية وأسباب مقبولة، ولازم الهلال يقبل وجمهور الهلال يقبل يعني هذا الأمر. ليه؟ لأن الهلال دلوقتي تحقيق النتيجة مع نادي الهلال هو بطولة. أي نتيجة تتعادل مع نادي الهلال وتكسر، يعني مش تكسر الرقم، إن أنت تسجل في التاريخ إن أنت وقفت عدد انتصارات نادي الهلال، بالنسبة لك إنجاز، بالنسبة لأي فريق. خلاص الهلال يعني حقق رقم قياسي كبير، وهو اللي بيكسر الرقم القياسي. والمباراة ليها دوافع كتيرة جدا. أولا لما ندخل في تفاصيل المباراة هنلاقي إن ضمك فريق منظم من فترة طويلة، هو فريق منظم. بدأ الموسم بداية سيئة، بدأ بداية سيئة ثم تحسن وحافظ على التحسن فتحسن أكثر، ومر بمنعطفات. يعني إيه؟ في الدور الثاني بدأوا مش زي ما نهى الدور الأولاني. الدور الأولاني ضمك حقق انتصارات متتالية، وكان ده بالنسبة لضمك إنجاز كبير جدا، وعدة انتصارات متتالية، وكان يعني من أفضل الفرق اللي موجودة. ثم انحنى شوية وهزمتين ثلاثة ورا بعض، أو هزمتين ثم تعادل ثم نتائج متأرجحة، لغاية ما ضمك وقف على رجله تاني. وشفنا ضمك بالأسلوب ده، دوافع كتيرة جدا خلت إن ضمك يكون ليه الأفضلية في وترات كبيرة جدا في المباراة، زائد إن هو لعب بشكل دفاعيا منظم، شكل هجوميا منظم، بيعرف إن هو يغير مسار الكورة. أولا بيلعب ان هو الكوره ما تتلعبش في المساحات الضيقه، اول ما بقطع الكوره بديها للباك اليمين او الوينج اليمين، فبينقلها للوينج الشمال على طول. حاجه يعني ايه، اسلوب مغاير شويه عن كل الفرق اللي لعبت نادي الهلال في الفتره اللي فاتت. ليه؟ لان مدرب ضمك درس الهلال كويس ودرس خيسوس، زائد ان خيسوس داخل متسرع امام ضمك عاوز يحقق الفوز على ضمك، لانه الفريق الوحيد اللي ما كسبهوش. حاله من التوتر عند خيسوس، زائد ان خط الدفاع مش بالافضليه القويه اللي عنده. كلوبالي الماتش اللي فات او ماتش ضمك غلط 3 4 غلطات كانوا ممكن يتسببوا في اهداف لنادي ضمك، ولكن كان علي البليه بيغطي، ياسين بونو بيتالق. مشيت المباراه على هذا المنوال لغايه ما تفكت الالغاز بتاعته. ليه؟ لان خيسوس مش قاعد بيهزر، خيسوس او ديسوس المدير الفني لنادي الهلال مش قاعد يهرج، انا سايب الدنيا كلها. بس هو اللي ضيع الدنيا شويه او عطل فوز الهلال، او من اسباب تعطيل فوز الهلال هو التوتر اللي عند خيسوس. خيسوس كان بيتحرك كتير وباين عليه الانفعال، وانفعل بالفعل، ان نظامك كان ند قوي والتسرع، حط تحت عين كلمه تسرع خيسوس في الاداء، وان هو بدا بالضغط العالي من بدايه المباراه، وده ما كناش بنشوفه بشكل كبير في كل المباريات بتاعه نادي الهلال. يعني شفناه في ماتش الهلال والنصر في الدور الاولاني 3-0، كان بدا بالضغط العالي على فريق النصر وقدر ان هو ينفذه بشكل كبير جدا، بس كان خيسوس مستقر نفسيا وقاعد بيفكر بتكتيك. في الماتش ده، ماتش ضمك، كان في استعجال تام، استعجال حتى من اللعيبه، حصل حاله توتر في بداية الماتش أو طول الماتش على متن يعني، ولكن كان فيه يعني قوة وعزيمة إن ما ينفعش حاجة غير الفوز عند نادي الهلال، وخيسوس ما يرضنيش غير الفوز، وده برضه هو سبب دافع نفسي كبير جدا اللي خلى التوتر والعصبية اللي عند خيسوس، وكان ممكن يضيع المباراة من نادي الهلال. فدي تعليمات أو حاجات أنت ممكن تتعلمها في الفترة اللي جاية، إن أنت ما تبقاش متوتر. وبعدين جمهور الهلال في الفترة اللي جاية هتلاقي ان كل الفرق بتعمل مباريات كبيره مع نادي الهلال. ليه؟ لان هي عايزه تدخل التاريخ. انت بقى اللي محقق انتصارات، انت اللي مكسر الدنيا، انت اللي محدش قادر عليك، فهنا بيك دي دافع للفرق الاخرى، انا اللي حققت الهدف ده، انا اللي قدرت ان انا اعطل نادي الهلال، انا اللي تعادلت معاه مثلا ووقفته عن سلسله الانتصارات المتتاليه.
ده كده، ده القاموس اللي بيقول كده، والعقلانية بتقول كده، والفكر اللي بيفكر فيه كل مدرب أو كل نادي هيجي يقابل نادي الهلال. هل ده يقلل نادي الهلال؟ لا، ده بيخلي نادي الهلال وجمهور الهلال في حتة تانية خلاص، أداء ونتائج وشكل منظم بتخلي نادي الهلال يعني مطمع أو أمل لبقية الفرق إن هي تحقق نتيجة إيجابية، وعلى ولو بالأقل هو التعادل، لأن تعادل أي فريق مع نادي الهلال في الفترة دي يبقى بيقف الرقم القياسي في عدد الانتصارات عند الرقم اللي هم وقفوه عنده. النهارده الهلال بنتكلم 29 انتصار متتالي، كسر رقم الهلال المسجل ب 28 انتصار متتالي، ولسه الهلال مستمر، وانا شايف ان الرقم هيعلى، والرقم فيه جديد، والرقم رايح في حته تانية. تاني حاجه نتكلم فيها بقى الاخطاء التحكيميه اللي الناس عماله تكلمني وتقول لي ان ضمك ليها ضرب جزاء. طيب هل الحكم متواطئ مع الهلال ضد ضمك؟ طب نرجع للحالات التحكيميه جمله ولا هناخدها حته حته؟ تعالى بالتفاصيل كده والتفاصيل السريعه، مش هنتكلم كتير قوي. في كوره جت في ظهر علي البليهي من خارج منطقه الجزاء، وعلي البليهي خد كارت اصفر عليها، واتحسبت لمسه يد في حته منطقه خطيره جدا على نادي الهلال، وكان ممكن يحرز منها هدف. وفي الوقت نفسه علي البليهي اعترض اعتراض كبير جدا، واقسم وحلف وكل حاجه عملها مع النادي مع الحكم ان الكوره ما فيهاش لمسه يد، وان الكوره جت في ظهره. ولما اتعادت الكوره جت في ظهر علي البليهي. طب ليه الفار ما اتدخلش يا جماعه؟ القانون بيقول كده. القانون بيقول ان اي كوره بعيده عن ال 18 وبعيده عن ضربه الجزاء وبعيده عن الطرد، يعني اقول لك ايه؟ طالما ما فيش حاله طرد او العمليه تستاهل حق طرد، الفار ملهوش ان هو يتدخل. يعني اقول لك حاجه، لو علي البليهي خد كارت احمر في الكوره دي كان الكوره لا هتتحسب فاول، ولا علي البليهي هياخد الانذار الاصفر، كان هيتشال. ليه؟ لان كده في حاله طرد، فهنا الفار هيتدخل فيقول له الكوره جت في ظهر علي البليهي وما جاتش في ايده، والكارت الاحمر مش مستحق، فاذا علي البليهي لا هياخد كارت احمر ولا هياخد كارت اصفر، والكوره مش هتتحسب فاول وهتتحسب اسقاط. هو القانون، هو القانون. القانون اللي في اخر الماتش كان فيه ضرب جزاء الحكم حسبها هو قريب من الكوره، حسبها لنادي الهلال، والفار قال له تعالى تعالى الكوره دي لا لمست اللاعب وهو بيشوط، قبل ما يشوط رجل سافيتش او روبن نيفيز لاعب ضمك، قبل ما يشوط رجل لاعب الهلال لمس الكوره دي اللي جابها الفار في اللقطات في اللحظات دي. لكن انت لما تشوفها بعين المدرجه او المجرده، قصدي درجه ايه يا عم، خلينا نتكلم كلمتين المهم، لكن انت لما تشوفها كده وانت بتحكم من الوهله الاولى ايه شاط رجل لاعب نادي الهلال، فهي مثلا ضربه جزاء، لكن الفار قال له تعالى وهي صح ما تستحقش ضربه الجزاء. ليه؟ لان لاعب ضمك لمس الكوره اولا. تعالى الكوره علي البليهي اللي الكوره اتلعبت بالراس وهي جت في ايده، بس قبل ما تيجي في ايده القانون بيقول لك ايه؟ جت في جسمه، جت في بطنه، جت في بطنه وردت على ايده. ارجع للقانون، مش كلامي بقى، ارجع للقانون وشوف القانون بيقول ايه وبعدين نتكلم. لو انا بتكلم غلط يا عم، لو انا ببيع لك وهم، قول لي كده. القانون بيقول لك لو الكوره خبطت في جسم اللاعب او المدافع وبعدين ردت في ايده ما تحسبش ضربه جزاء.